عجبك الكلوك هذا؟ هذا يقول لك اللي الخير على الله صح 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 دارهم بالتارق وسي في حاله تاركات مخي مصيرت متقاسوش يا كريم سيره البارح تما في الليل للدار نص كلش تبل الفرجيدان تيلي كوزينيار كلش دار زمان طلعوا الفوق التروازيام بس عشان راح نقول لك كاريتا عظمى سي بون راه في حاله اخويا ولا في حاله سامحني دققس ورزمان واحد طلعها من التروازيام عند واحد جرنا مش راح نقول لك حاله كاريتا كبيره هذي تشوف برك الطونوبيلات كيف ما اخويا الديار دروت سي نص شني نص ما عندك وين راح تقعد اولا ناسف يعني الوضعيه الكارثيه اللي يعيش فيها الحي تاعنا اولا اهمال كامل يعني شوف قنوات الصرف مسدوده والحاله تعبر عن نفسها يعني في يعني بين عشيه وضحاها نجد انفسنا في وضعيه كارثيه هذا يطرح تساؤلات عده يعني وين المسؤولين وين الحملات التحسيسيه يعني من حوالي تقريب من الساعه الثانيه يعني منتصف الليل يعني بعد منتصف الليل والامطار يعني بشكل طوفاني واتصلنا يعني السلطات يعني بالاخص الحمايه المدنيه على الاقل يخرجوا لنا شويه الماء هكذا ينقصوا علينا لان في وضعيه كارثيه السياره تاعنا ما تشوفوا يعني ها هو قدامكم يعني الواقع يعبر عن نفسه المشكل هو قاعد مشكل وهما السلطات من فوق من الجزائر يقولوا باللي اعطينا ملايير تاع دينارات ودولارات بعد لنا هذه البلاد هي البلاد هاي الجزائر هاي المشكل تاع الجزائر بالدولار والدولار وينه وهاو الدينار وينه